أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن إمكانيات بيلاروسيا في مجال إنتاج المعدات الزراعية معروفة في الريف المصري. وأضاف مدبولي أن جهود البلدين تسهم في زيادة معدلات التصنيع المشترك في مختلف المجالات. حيث أن الإمكانيات البيلاروسية في إنتاج المعدات والميكنة الزراعية والجرارات معروفة في كافة ربوع الريف المصري. وتساهم جهود بلدينا في زيادة معدلات التصنيع المشترك في هذا المجال وغيره من المجالات التقليديه والمستحدثه سواء بسواء، فضلا عما توفره مصر من مزايا وحوافز يمكن الاستفاده منها من جانب المستثمرين البيلاروسيين. ومما لا شك فيه ان الوفد المرافق لدوله الرئيس من المدراء التنفيذيين للعديد من الشركات البيلاروسيه المرموقه يعكس ما نتطلع له من دعم دور القطاع الخاص. كقاطره للتنميه في بلدينا ومن هنا ف... فاننا نتطلع لعقد منتدى رجال الاعمال المشترك على هامش زياره دوله الرئيس الى مصر وما سيسفر عنه